بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بجزيل الشكر للدكتور محمد بدران رئيس المجلس الأعلى للثقافة الذي استضافنا اليوم في هذا الملتقى الذي أراه هاما للغاية. أراه هاما للغاية من اسم القاعة اللي احنا قاعدين فيها، لأنه في تقديري وأنا بكرر ده في كل مناسبة أحضرها، إن مشكلة مصر الأساسية مع افريقيا هي مشكله ثقافيه. مشكله تتعلق بثقافه الهويه والانتماء. ودائما بقول انه في مدارس ثقافه الانتماء والهويه المصريه نجد العديد من المدارس التي نشات على مر التاريخ. لو قرينا كتيب غير للدكتور مياد حنا عمده الحكمه السبعه وهو يناقش هذه القضيه تحديدا، ملخص كلامه ان مصر تنتمي الى ذاتها والى نفسها وليس الى اي احد اخر، بحكم القدم وبحكم بزوغ الحضاره على ارضها قبل الاخرين. نظرت على المراه الافريقيه هي يعني حاجه قويه بالنسبه لي، والمراه الافريقيه مراه قويه، مراه لها لمسات يعني كثيرة على القارة الأفريقية، مرأة تساند على ظهورها في الإعلام الدولي أو في العالم كله. يعني من المفروض إنه إحنا نصحح نفسنا إحنا الستات الأفارقة، لأنه لنا مجهود قوي بذلناها تاريخيا والعالم يعلم بها. والمرأة الأفريقية كمان يعني مرأة قوية في الحياة المدنية وفي الحياة في القرى. يعني بصفة خاصة أحب أن أتحدث عن المرأة الأفريقية، بصفة خاصة في المرأة في جنوب السودان. المرأة الجنوبية السودانية مرأة يعني مثل الستات الأفارقة الأخرى، يعني تساهم في كل المجالات. قولي بداية أرحب بأخي معالي السفير صلاح الصادق وبأخي معالي السفير محمد نصر الدين وبمعالي السفيرة نادر جوشوا جوال وكل الإخوة والأخوات الذين تكرموا بأن يختاروا هذا المكان مكانا لهذا الملتقى المهم، لأن المرأة الإفريقية عانت وما تزال تعاني من تهميش دورها في الإعلام الإفريقي. وأعتقد أن المرأة الإفريقية التي دفعت الثمن الغالي ضد الحروب وضد التعصب وضد عمليات الاغتصاب وعمليات القتل وعمليات التدمير وعمليات التهجير، على الرغم من أنها قامت بكل هذه التضحيات، إلا أن الصورة النمطية في الإعلام الورقي والإعلام المرئي والإعلام الإلكتروني بشكل عام لم تكن على قدر المسؤولية. وأعتقد أننا جميعا في أفريقيا شركاء في تهميش هذا الدور. أنا صفاء عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إعلاميات للتنمية. المؤسسة بدأت بمبادرة، بدأت بحلم إن الإعلاميات يتوحدوا أو إنهم يبقى عندهم هدف مشترك نقدر من خلاله إننا نغير الصورة النمطية للمرأة سواء في مصر أو خارج مصر. كان من ضمن أهدافه تأهيل كوادر إعلامية سواء من الإعلاميين أو من الإعلاميات. كمان من ضمن أهدافه إننا نقدر ننمي قدرات المرأة الإعلامية على تقديم نفسها بشكل أفضل وتولي مناصب قيادية أفضل.